يا بابا هرجع لك تاني. يا بابا انت قصتك ايه؟ انا قصتي ان هو اترفع عليا برضو بيت الطاعه. و ليه؟ انا بقى موضوعي مختلف. انا كان الفكره ان هو مش واخد، يعني انا ما سبتش بيتي وهو بيرجعني، ده انا اوريدي جوه البيت، فهو عايز ياخدني من البيت يوديني زي ما شفنا كده عباس بالظبط. وانا شاء ربنا ان احنا المفروض في موضوع الطاعه ده احنا بنروح نجيب الخبير وبيروح يعاين يعني. فانا طبعا ايوه، ليه الخلاف بينكم كده يعني؟ ما هو عشان خاطر عايز ياخد الشقه. انا عايشه في كومباوند، الشقه فيه بمبلغ وقدره، فهو عايز ياخد الشقه فيعمل ايه؟ فياخدني بيت الطاعه يطلعني بقى مكان تاني. ان انا شكله ايه بيت الطاعه ده؟ ما هو بقى شكله في ده. انا كنت جبت السيده الفاضله الخبيره دي، انا بجد نفسي اشكرها، واذا كانت عايشه واذا كان رحمها الله بتمنى لها يعني ان ربنا يرحمها. خبيره منين؟ من المحكمه. انا بروح اخدها عشان تعاين. فانا رحت خدتها وخدت تاكسي ورحت خدتها ورحنا عيننا المكان، مخزن الشركه الخاصه بيه. مخزن الشركه. هو عايز يسكنك في مخزن الشركه. الست بقت تبص من الالوميتال كده عشان تشوف وضع الارضي كده، فبقت تبص كده بتقول لي يا بنتي ده في فران بتجي جوه. قلت لها انا هقعد مع الفران. يعني عندك ولاد؟ عندي ولد وبنت. هياخدكم هناك عند الفران؟ احنا والفران. يا جماعه انا صوتي هيروح فاضل منه هيروح والله العظيم. مخزن الشركه فعلا يعني. فالست شفت المنظر بقى، خدتها بقى عندي في البيت. فالمفارقه الغريبه اللي حصلت معايا يعني بجد، انا يعني انا عشان كده بشكر السيده الفاضله دي. انا جت معايا البيت ودخلت فبتقول لي يا بنتي انت ولادك تعبانين، كان ولادي صغيرين ساعتها. فبتقول لي ايه الادويه دي؟ قلت لها والله انا مش معايا جنيه ان انا اجيب لهم دواء وان انا اجيب لهم دكتور، فانا جبت لهم دواء كده من الصيدليه اي حاجه وخلاص. والله العظيم انا 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 فعلا مش مصدقه ان موظفه شافت، يعني انت داخله كومباوند اشهر كومباوند في مصر يعني وشقه، فانها تقول لي يا بنتي بصي انا صايمه فانا معايا 100 جنيه، خدي انت ال 80 وانا هاخد ال 20 اروح بيهم. حضرتك متخيله ان واحده داخله موظفه يعني شافت الأسوأ مني مليون مره، انها تطلع الفلوس من جيبها عشان تديني انا عشان خاطر اقدر اجيب لاولادي علاج. من اللي شافته، شافت ان تلاجتي فاضيه ما فيهاش اي حاجه خالص، لان قعدني سنين رافض ان انا اشتغل. اللي هو ايه؟ ولا طلاق ولا تاخدي ورقه الطلاق، انت معلقه. انا اتطلقت شرعي خلاص، سابني بقى معلقه، ولا تاخدي طلاقك ولا ان انت تقدري ان انت تاخدي اخدك و... طب وهل عملتي اعتراض على موضوع بيت الطاعه ده؟ ما انا ما عملتش اعتراض، الست حطت تقرير طبعا بوظ له الدنيا. فالحمد لله انا كده فلت يعني علشان تقرير السيده اللي هي الخبيره طبعا بتاعت المحكمه. طبعا انقذتني، بس ده هي شافت بعينها. يعني مش كل الناس بيكون عندهم الحظ ده.